حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. أم محمد السلام عليكم. مساء الله وبركاته. لا اسمعيني من التليفون يا أمي، وطي التلفزيون لو تكرمتي. أيوة أيوة حضرتك، عامل زي فضلتك، عامل إيه؟ اتفضلي يا أمي، ربنا يبارك فيك ويجبرك يا رب. ربنا يبارك لك على كل اللي بتقدم لينا يا رب. الله يسترك. أنا بسألك لو سمحت، بس أبويا الله يرحمه كان في شيخ اسمه مطوع، يقول متشهرة يعني، فكان وداني، فأنا ما أعترفش بالحاجات دي لأنها بدعة، فأنا اللي خلاني روحت، لأن أنا عايزة نرضي أبويا عشان ما يتضايقش ولا يزعلش. بس فروحنا هناك يعني، غسل وشه عامل ميه وملا دركن وزورنا ولفينا، كل ده يعني رضا لي مش، لكن انا لغايه لما روحت يعني انا مش معترفه بالحاجات دي خالص، ان عارفاها بدعه. فبعد ما روحنا يعني وده بالميه وما عدنا حدش يستعمل اصلا لغايه لما اتكبت، فابني جنب الليل قام يصرخ يقول قطه القطه اللي هتلط هتاكلني، اقول له ما فيش حاجه وانا مش شايفه حاجه، يقول لا اهي اهي هو شايفها بس انا مش شايفها. قعد الليل كله زي الحال ده لغايه الصبح، فانا اتضايقت وقلت ده الاوضه لبس، ايه اللي حصل مش عارفه ايه، انا ايه اللي وداني. راحت ما نقدرش نقول لابويا ده بس عشان ما يتضايقش برضه. طب ايه السؤال فبتكلم يا مع اختي امي، الكريمه؟ ايه السؤال؟ السؤال ايه بعد اكتهوت يعني، راح ابويا ده بواحد شيخ اللي هو يعني يكتب كتابه ويعرف السحر والحاجه دي، يقعد يقرا يعني هيحضر يعني، فجلاله قال لي ما عندوش اي حاجه. فده السؤال يعني، ان لان ذنب على ابويا ان هو راح او عليا طيب انا ما راح او طيب ايه؟ طيب شكرا لست ام محمد. طيب ام محمد فتحت لي مواضيع قد كده، عايزه حلقات. اول حاجه ام محمد، طاعتك لابوك حرام في النقطه دي، حرام. اي والله، اصل الطاعه مش مطلقه، لا طاعه الا في معروف، مش كل حاجه بابا يقولها على عيني وعلى راسي فيما لا يخالف شرعا. فكان الاولى ان تخالفيه، وكان الاولى تقعدي وتقولي له مش راحه، لان اللي انت بتعمله ده حرام، واللي انت بتعمله ده نهى عنه سيد الانام. طبعا لو زياره الاولياء، زياره الاولياء مستحبه، وزياره الاولياء تفرج بها الهموم، وتنزاح بها الغموم، وتنشرح بها الصدور. المفاجاه الثانيه اللي عايز اقولها لكل الناس يا اخوانا، لكل الناس اسمعوني كويس في الحته دي قوي، الطفل لا يلبس. الطفل ولد أو بنت ما لم يجر عليه قلم ولم يبلغ حلم فهو طاهر مطهر. الجن ما يعرفلوش طريق، اصبر علي يا سيدي أحمد الله يرضيك، الجن ما يعرفلوش طريق خالص، لأنه عليه حفظة، لأنه عليه كراما كاتبين، عليه يحفظونه من أمر الله. علشان كده الدجالين والسحرة والمشعوذين لما يجي يحضر الجن يقول لك هات لي عيل صغير. فعشان كده اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ابنك في حاجه،